بص هو يعني في ناس بيسموها صمت زوجي وناس بيسموها خرس زوجي، الصمت ممكن نتكلم بعده عادي، لكن خرس ده حاله مليوش منها بقى خلاص هو عطل او هي عطلت مع انه ممكن بره يكون ما بيفصلش كلام عادي. هنا بقى بستدعي مشهد الجميله لبنى عبد العزيز وهي في الوساده الخاليه، كانت ماسكه التليفون وبقى لها اقفل إيه انت الاول، إيه لا انت الاول، وبقالوا مثلا سبع ساعات بيتكلموا عادي. بيروح فين ده بعد الجواز وخصوصا انه في ناس بتقول انه كل واحد بيدخل العلاقه حتى من ساعه الخطوبه عنده تاريخ وذكريات واحلام وحاجات يحكي عليها وبعدين فجاه العلبه فضيت ما بيفضلش حاجه تتقال فالعطل بيبقى فين والسبب من عند مين؟ خليني ابدا باللي حضرتك قلتيه المشهد بتاع لبنى عبد العزيز اقفل م. الاول اقفلي الاول. دي مرحله اي علاقه لازم بتمر بيها في الاول مم. او خلينا نقول معظم العلاقات بتمر بيها في الاول مم. ده مش حب دي مرحله اسمها باشن العشق او الوله اللي هي بيبقى فيها درجه من درجات اللا منطق مم. يعني هو واقف تحت بيتها ومشغل لها اغاني عشان تسمعها وهي ساكنه في الدور ال12 اصلا فهو مش منطقي انها تسمع بس هو فكره انه تحت بيتها في حد ذاتها بالنسبه له مم. كافيه ان هو يبقى موجود هنا، يعني ممكن مم. يبقوا بيتكلموا في التليفون وكل واحد مرتاح. مم. المرحلة دي مرحلة لطيفة قوي بالنسبة لأي كابل حلاوة البدايات زي ما بنقول، لطيف ان احنا نمر بيها بس مهم أوي نبقى عارفين ان المرحلة دي لا يمكن تستمر في أي علاقة. مم. المرحلة دي مدتها لا تتعدى من ثلاث شهور لسنة حد أقصى. مم. بعد الجواز واحيانا مع طول مده العلاقه الاثنين بيخشوا مرحله الجواز الرسمي وهم انهوا مرحله الباشن اصلا ده اسمه الباشنت لوف العشق او الوله عشان يتحول ده لحب كامل عندنا مثلث اسمه مثلث ستيرنبرج للحب يتكون من ثلاث اضلاع ودي النظريه الوحيده المقبوله في علم النفس للحب على فكره كتعريف يضاف للباشن ده حاجه اسمها انتمسي أو الحميمية، الصداقة، القرب، إحساس الراحة والأمان في إن أنا أتكلم مع الشخص، إن أنا أشارك معاه أفكاري، إن أنا أشارك معاه عيوبي حتى من غير ما أخاف يحكم عليا، والكوميتمنت الضلع الثالث الالتزام تجاه م. بعض وتجاه العلاقة دي. م. لو اتجمعوا الباشن، العشق، الانتمسي، الحميمية، الكوميتمنت، الالتزام، ده بنسميه الكونسيميت لوف أو الحب المكتمل. م. الحب المكتمل ما يمشيش مع الصمت لان في حميميه وفي راحه وفي كلام مرحله الباشن او العشق والوله اللي في الاول لا يمكن يبقى معاها صمت خلينا نبقى واقعيين انا اوريدي عايز اتكلم معاك عشان ابهرك وعايز اتكلم معاك عشان اشوف نظره ولمعه معينه في عينيك او في عينيكي الطرفين مقبلين قوي على بعض اول ما بتنتهي المرحله دي تبدا تدخل العلاقه في الاختبارات الحقيقيه صمت زوجي تمام يا دكتور